القلب نارك شو اللي جرك شلون انهدم دارك احكي احكي وحاجتك الدمع ما يفيد فيد اللي ماشي مثلك بمشوارك احكي 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 لنعرف شو سبب هالحال عم الهدوء اركض وراك يا مان احكي وفيد يلي مضري هكمال نازلت مرس فيد عهل من وان وين المثل وين القيم ضاعت ما بين ظلم وألم حسين بعيونك ندم شوي وخلينا نفكر. شو بدنا نفكر؟ انه حدا خطفه قتله هديك البلاد يا بنتي. هديك البلاد حضارية وما لازم نصدق الافلام اللي عم نشوفها. عمي لا تزعلي مني، بس بركي حبشي وحده وترك الجامعة مشانها وابصر هو وياها وين هلا. يعني ياما بنسمع حكاية عن الطلاب بالغربة. رامي بيحبك وما ممكن يبيعك بكل بنات العالم. بعدين مو ابني اللي بيترك دراسته منشان بنت، مو رامي. أنا مربيته على الأخلاق والفضيلة وهو متفوق من صغره. أنا آسفة، المهم يجينا خبر منه يطمننا. ما تاكل؟ ما بدي أتسمم. اصطفل. طبعا بدي اصطفل، ما أنت مسألة عني. لا، لأنه أنا مو أمك، أنت ابن جارتنا. ما اتصل بابا؟ بلى، قال رح يرجع بعد 3 أيام. بيرجع بيقعد يوم ولا يومين، بيرد بيسافر بالشهر وبالشهرين. شغله؟ إلا مفتكر هالعز اللي أنت عايش فيه مو من ورا شغله؟ عز؟ وين العز؟ أنا ماني شايفه. ليكون قصدك هذا البيت الكبير والمصروف الكبير عم نصرفه بالحساب؟ ما شاء الله المصاري كتيرة والحمد لله، شو بدنا أكتر من هيك عز؟ انت أكل نكار وجاحد بنعمة ربك. أنا بدي عيش مع أبي وأمي مثل ما بيعيشوا الناس الأوادم، حتى لو ما لقيت فرنك أصرفه. لك اشتهيت شي مرة نقعد نفطر إحنا الأربعة سوا،
نتعشى سوا على الأقل. يعني بدك أبوك يترك شغله ويقعد بالبيت ليفطر ويتغدى ويتعشى معك؟ ليش لا؟ لأمتى بده يضل راكد ورا المصاري؟ لك المصاري اللي حاططهم بالبنك بيعيشونا 50 سنة لقدام. خلاص ليرجع أبوك قل له هالحكي. هذا الحكي أنت لازم تقلي له إياه. أنت مرته، أنت اللي عم تعدي شهور بالبيت وهو بيضل مسافر. ولا كتير عجبتك الحياة؟ ولا شو رأيك تضلي؟ ربيع أنت شو اللي بدك إياه؟ بدي سلامتك. ماشي. بصراحة ماما ساهر عم بشتاق كتير لبابا. يعني ما صار لك تأخري؟ المهم إني أجيك. لا المهم ما تأخري. معقول اللي سويته عنا بالبيت قدام رفيقتي؟ لك بتعرف شو حكت عني بعد ما رحت؟ كل ظني ساكن لحالك. لفيها لفيها خلص مجيد، نحن هيك ما رح نتفق. لا نتفق. إيه ستي، شو رأيك أشرب العصير هون ولا نطلع لعندي على البيت؟ عازمك على عشاء جاهز. قلت لك 100 مرة عالبيت مبروك. طالما قلتي لي 100 مرة حاجتك، طوعتك 100 يوم، طوعيني بيوم واحد. مستحيل. السبب؟ السبب انت بتعرفه. بس نحن رح نقعد ناكل وبس. ليك نقعدي بالمطعم، ليش حتى ما ناكل هون؟ هيك بمشي الحال. هيك والله يا بيمشي الحال يا بتركك وبمشي. يا ناهد انا بحبك. بعرف. قلت لك احنا رح نجوز. قلت بس ما رح تعمل. يا ناهي مجيد لا تعذب حالك على الفاضي. على اي بيت مبروك ولو بدي ميت. اوف 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 مجيد لا تعصب، انا هيك امور ما بساوم عليها. يا اهل اطلع مسدسك وخلصني من الحياه. مجيد لا تزعل. شو بدي اقول لك؟ لازمني 2000 ليرة. تكرمي. شو بدك تتعشى؟ سمك طبعا. بيت الجرادين بصاحبه عزيز أبو الدهب. بس والدي ما قال لي ذهب أصفر ولا أحمر. إمتى راح يصير بيت عندي؟ بيت شيتي؟ أعطيني واحد شريف لا أعطيك 100 حرامية. ويا بابا الأمي رايح على فين؟ يا بابا الأمي يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. وين كنت لهلا؟ ما رح تبطل عوايدك؟ أنت رح تجلطني؟ وين كنت؟ كنت مطرح ما لازم كون. وأن تكون أو لا تكون تلك هي المشكلة. أكيد جاي تعبان الكان. وين بدي يكون يعني؟ كل الأمور تمام؟ مثل كل يوم بالمعلقة عم لقمه. بس اليوم تأخرت، غفيت عرصيف. يمكن نمتلي ساعة زمان. ويا لطيف قديه جوعان. عشاك جاهز بالغرفة. عشا يا وعشك يا عزيز من بلاك. سيك هدو خليونا بكرة. يخرب بيتك على الريحة. انت بدك ريحتي طالعة ولو تطلع بس بعد عني. و
وين رايح؟ بدي عصاية بدل هاي المكسورة. والله مو أغرب مني غير أنت يا أبو شفيق. هات لنشوف شو جديدة. ما في توازن بالبلد، ما في وسط، يا فوق فوق يا تحت تحت. كلام عادي، ما في شيء. يا ترى مين المجنون؟ أنا ولا هو؟ إيه وحياة عيونك، رح صير أحسن واحد بالشام كلياتها. بعرف بعرف حبيبي، بس أنا بضل ماما لا تخافي علي حبيبتي، أنا صرت رجال من زمان. مو قبل ما زوجك وشوف ولادك وأنت رافع راسي. هلأ رامي اللي أنت بتعرفي عم يتغير شي، صدقيني هذا أنا ما رح أتغير، وشي اللي زرعتي بقلبي رح تحظي. يعني أنت حاسس حالك قد الغربة، قد العيشة ببلاد ما بتعرف حدا فيها؟ حبيبتي صدقيني مثل ما أنا عايش هون تحت نظرك، رح كون هنيك تحت نظرك كمان. صدقتك حبيبي صدقتك. بيعدموا المجرم. يا ابني انا ام رامي، بس ما اكون فيقتك من النوم. ولا يهمك، بس على الله تكون سمعتوا حاجه عن رامي. لا ما سمعنا شيء، بس انا بدي اسالك سؤال وبترجاك انك تكون صريح معي. تفضلي. رامي كان يعرف بنات وانتوا عم تدرسوا؟ كلنا بنعرف بنات، زميلاتنا في الجامعه. قصدي كان يعرف بنت معينة يروح هو وياها لحالهم؟ كان ابنك مش من النوع ده، ابنك خجول قوي خاصة مع صنف الستات. يعني ما ممكن يكون حب وحدة وهي اللي خلته يترك البيت والجامعة؟ أنا شخصيا ما أعرفش إن كان لي علاقة بوحدة تانية ولا لا. حتى لو كان يعرف واحدة مش هيخلي حد يعرف. ابنك كان منطوي على نفسه شوية وملوش أصحاب كتير. منطوي على نفسه؟ قصدي ما كانش اجتماعي زي بقية الطلبة. يعني ما في احتمال انه تكون في بنت بالنص؟ حقيقي ما اعرفش، بس انا ما اظنش انه رامي اللي كانت الكلية كل حياته يجي في اخر سنة له ويسيب كل حاجة عشان بنت. ما اظنش. ريحت لي قلبي. الله يريح قلبك. مش هيرتاح قلبك الا لما نعرف هو فين. دخيلك يا سيد مرسي، إذا سمعت عنه أي شيء رجاءً اتصل فيه وأنا ببعت لك حق المكالمة. عيب يا مدام، رامي برضو كان زي أخويا. تسلم يا ابني، تسلم كلك ذوق. الله معك، مع السلامة.
كان منطوي على نفسه؟ إذا سألتك عني عمي قلي لا أجت رفيقتها نوال وقضتها معها. بس رفيقتك نوال ما أجت. إيه ولا حتجي، أنت قلي لها هيك. يعني كذب؟ إيه يا ستي كذبي. مع إنه الكذب حرام. هلا لا تلاقي لي قلبي، إذا دريت عمتك رح تزعل وهي مو ناقصها، أنا لازم لاقي شغل. إيه ما عم تلاقي. أنا لوين رايحة؟ رايحة مع رفيقتك نوال على السوق. إيه تعي اقفلي الباب وراي. ليها سامحني يا ربي لاني بدي اكذب. ألو، أهلين أستاذ سمير، عم اشتغل هلا؟ طيب شي ساعة أكون بالدائرة. مع السلامة. جاي غصب عنك ولا في شي زعجك؟ خير، ليش بدك ياني ضروري؟ لأنه لو ما بستخدم كلمة ضروري حضر جنابك ما بتشرفي. وقت اللي بيكون في عندي شغل بشرف بدون كلمة ضروري. ما بدك شي، بعتت وراي بس لحتى تشوفني. مزبوط، لأني اشتقت لك. لك عم بمزح معك شو بكي؟ تفضلي هذي ولا؟ معقول شو قدك لاقيني؟ استاذ سمير أنا مو رايقت لك، بقى الله يخليك احكي. يا ستي ما رح احكي قبل ما اعرف شو اللي قالب خلقتك هيك. تسمحي لي اتوقع شو اللي قالب خلقتك؟ اكيد شي رجال هيك مقلل ادبه معك. طيب متخانقه مع حدا؟ متخانقه مع حالي. احكي شوفي سلمى، بجد انا لازم اعرف شو بكي بالاول. سلمى انت بحياتك ما خبيت عني شي؟ لك منشان الله شوفي سلمى، في مصيبه. خير ان شاء الله. مصيبة شو؟ ابني رامي. شو برامي؟ Thank you.
لو سمحت دكتور، ما في انقل ابني لغرفة خاصة. الغرفة الخاصة مليانة. طيب ممكن تشيلوا هالمريض من هالغرفة؟ مين حضرتك؟ أنا أمه. معقولة قبل ما تسأليني عن حالة ابنك عم تسأليني على الغرفة الخاصة وبدك طلعي الرجال المسكين؟ أنا آسفة. عموماً ابنك مو مطول عنا، جبرت له رجله وفيكي بكرة تاخديه معك على البيت. يعني رجله مكسورة؟ لا مشعورة، من المفروض إنه يضل بيتخته وما يتحرك إلا للضرورة القصوى. سمعت يا ربي، سمعت يا أمي. أنا بشوف إنه تخمين خلود هو الأقرب، يمكن يكون حابب له شي وحدة وطافش معه. طيب أنا كيف بدي أتأكد؟ ما فيك تتأكدي لحد يتصل. أنا يلي مرعبني إنه بعمره ما صار معه شي ما خبرني عليه. إلا إنه يقولك إنه ترك الجامعة وأكيد بخاف عليك من الصدمة. يعني ضل هيك عم احترق ولا سافر؟ سلمى سفرك لفرنسا ما حيفيدك بشي. أنا عندي مجموعة أصدقاء بباريس، بكلف واحد منهم لأنه عنده معارف كتيرة يخاطب الجهات الرسمية وهن بدوروا عليه. هذا إذا كان لساته لهلا بفرنسا. أكيد لساته هونيك. طب خلاص أنا بتولى الموضوع. يا ريت يا سمير، معروف ما بنسى لك يا بحياتي. سلمى ملاحظة أنه هاي أول مرة بتقولي لي سمير حاف. إذا قدرت تعرف لي وينه ما رح نادي لك إلا سمير. أف، وليش كل هالقد هيك جاي على حالك؟ إن شاء الله سمير، خليني بهمي. سمير مرة تانية. عموما ستي هلا فينا نحكي بالموضوع يلي جبتك من شانه. اتركي من ايدك. شو اترك؟ السكين. وليش بقى؟ خولة. بدي اقطع الكوسة، الكوسة اسهل شي. اتركي من ايدك بلا ما تجرحي حالك. السكين مو حد ليكي؟ خلود، هلا معقول رامي يكون دا يتجوز وحدة؟ مو انتي اللي قلتي انه حابب وحدة تانية؟ انا كنت عم بتحذر، رامي ما بيعمل هيك شي. لانه حابك ما؟ ايه لانه بيحبني. حابك بيقوم بيحب غيرك؟ شو هيك تروحي تلتهي بدروسك؟ لا والله ما حذرتي. لا. ليش لا؟ لا يعني كلف غيري بهيك مهمة. عندك 5 باحثين اجتماعيين بالدائرة. بس يا سلمى انت الاجدر بيناتهم وانت الوحيدة اللي معك ماجستير بعلم النفس. بعدين هدول مو واحد واثنين، هدول 9 اشخاص. لا هن 8 لانه في بيناتهم طفل صغير. يا حرام سلمى، صدقيني انت الاقدر والاجدر على ان تفوت القلوب هدول العالم وتاخذ اللي بدك اياه منه. هاي المهمة اللي اخترت لي اياها يا استاذ سمير، اني اقعد اتحاور مع مصابين بالايدز. أنا ممكن أتعاطف معهم، أشفق عليهم، بس إني أقعد أتحاور معهم وأدخل أعماقهم؟ لا، مالي قلب، أرجوك تعفيني، ما بقدر أقعد معهم بالساعات. طيب يا سلمى، مثل ما بتقعدي مع المجرمين وبتحاوريهم، وبتقعدي مع بنات الهوى لتعرفي ليش انحرفوا، نفس الشيء. المجرم شيء، ومريض الإيدز شيء تاني. صحيح، بدي منك كتاب لحتى يسمحوا لي بزيارة السجين صلاح مرة تانية. ولا شو زيارة تانية؟ ما أنا اللي بعرفه إنك أخذت كل شي بدك إياه منه. بتفرق بين إنه يكون بقيان له شهر ليموت وبين إنه يكون بقيان له يوم واحد. بكرة المساء موعد إعدامه. وبتتوقع إنه غير أقواله؟ لا حابة أشوفه، أعرف توجه مشاعره بالوقت الراهن. مو بقيان من حياته غير ساعات. أنت تعاطفتي معه وحبيتيه، ما هيك؟ ما بنكر. مثل ما بدك، نرجع لموضوعنا. موضوعنا منتهي يا أستاذ سمير، أنا على المصح ما بروح على قطع راسي. تعرفي سلمى، تعرفي أنك عم تفاجئيني يوم بعد يوم؟ قول شو ما بدك. وإذا قلت لك أنه أنا مصر؟ بقول لك أني مصرة أكثر منك، وإذا عندت بقدم لك استقالتي. يا أخي في غيري، كلفهم بهالموضوع. أنا ما راح أكلف حدا غيرك، ولأنك تسرعتي راح اعطيكي مهله لحتى تفكري منيح. يا استاذ سمير ارجوك. لو سمحتي انتهى النقاش بيناتنا.
مع السلامة. طيب هذا رفيقك ليش لتجيبه معك؟ ضيفه جاي من برا. ما مشكلة جيبه، أنا شو فرقة معي؟ كيف؟ إيه عندي رفيقة. لا لا لا، رفيقتي مخرج هيك طلعات. طيب بحكي معه وبشوف. على التلين أنا الساعة 2 بكون عندكم. ماشي، باي. فتوني؟ ها؟ حبيبتي انتي. شو رأيك نروح نتغدى أنا وياكي برا؟ ليش ومتك تتغدي؟ يا ستي بدي أتغدى مع شاب اسمه نزار وما رفيقه، بس رفيقه ما بعرفه. ايه وأنا شو بياخدني معك؟ حبيبتي هو جايب رفيقه معه، معناتها أنتي بتروحي معي، يعني مو حلوة أروح لحالي أتغدى مع شاب. يعني الناس أنا ما بعرفهم، كيف بدك يعني أقبل عزيمتهم؟ لك ستي بتتعرف عليهم، بعدين هي طلعة عادية، يعني بنتغدى وبندردش شوي وبنرجع. لا. فاتن حبيبتي صدقيني هذا نزار شاب كتير ظريف وآدمي وابن عيلة، أكيد رفيقه مثله، مو مثل هذا الدب مجيد. يعني أنتي بتحبيه لنزار؟ رجعنا للحب والحكي الفاضي. حبيبتي أنا ما حبيت ولا رح حب، فهمي بقى، رجعي اسأليني. ها؟ طيب يا ناهد طالما أنتي ما بتحبي ليش لحتى تعدي معه؟ أنت الظاهر وقت بحكي معك أنا أنتي ما بتستوعبي؟ لك عم بستوعب بس ما عم أقدر أفهم. لك يا فاتن بلا هي التعقيدات تبعك، صدقيني الدنيا حلوة وقت بنفهمها، لك وقت نعرف نعيشها. ما بقدر. أختي إذا حسيتي بأي شيء مو طبيعي أو حدا ضايقك دغري بنرجع. شو؟ هتروحي معي ولا لا؟ لا. اتصطفلي، خليكي قاعدة هون بين أربع حيطان لحالك. فكركم ليش طلاب المدارس عم بيطلعوا نصهم حمير ونصهم طنبرجية؟ روحوا 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 اللي بقوا فيه، روحوا روحوا. فكركم يا بنات ليش طلاب المدارس نصهم عم بيطلعوا حمير ونصهم طنبرجية؟ النظرافي تبعه كله عم يركض على الكرسي والكرسي يا حرام مخلوع الشيء. فكركم ليش طلاب المدارس يا حرام نصهم عم بيطلع حمير ونصهم طنبرجية؟ كله عم يركض ورا الكرسي والكرسي مخلوع الشيء. فكركم يا شباب ليش طلاب المدارس نصهم عم يطلعوا حمير ونصهم طنبرجية؟ كله عم يركض ورا الكرسي والكرسي مقلوع على رجليه. شلون يعني بدي اقعد وما اتحرك؟ انا ساعة واحدة ما بتحمل اقعد بالبيت. الله يصلحك يا ربيع. لك امي انا كم مرة قلت لك سوق على مهلك. بدي ضاي عليك يا ربيع تترك الموتور. لك ما حدا ركب الموتور الا وحمل كفنه معه. فكرك الموت مو اريح يعني؟ عيد الشر عن قلبك. تخافي علي من الموت يا امي؟ لك امي انت شو صاير لك؟ مثل ما لك شايفة مكسر. اصبح اترك لي هالموتور، بيعه، خلي ابوك يشتري لك سيارة. انا كم مرة قلت لكم انه السيارة بتخنقني، ما بقدر اتنفس فيها. على الموتور بفوت الهواء نظيف على الرئتين، وخاصة لما بطلع من البيت. اللي كيف عملت الحادث؟ كيف بيصير الحادث يعني؟ 2 بيضربوا ببعض. وعلى مين الحق؟ على مين انت حابة يكون؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أول شيء الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جايين نفتح ضبط بالحادثة إذا سمحت. الشوفير العمومي ما له علاقة، أنا اللي دخلت فيه ومستعد صلح له، وقد ما طلب عطله ضرر أنا جاهز تكرم عينه. هيك ما حنتفق يا فاتن. إذا عقلك بده يضل حجر كتير رح نتعذب بالعيشة مع بعض. كأنها متقلي طلعي من بيتي، وين بدي روح؟
وين بتروح؟ بوشك بتعرفي انت شباب الضيعه بنقطه بخلتك ما بتعرفي كم ازعر في بالضيعه وكم واحد حابب يعلم علي ولا هذا انت اللي بدك اياه انا هيك بدي ايه هيك بدك تحطي راسي بالطين ايه والله بذبحك وبجعل الله ما خلعك طب خلص رجع البيت ايه روحي على البيت ما في طلعه بنوب رجلك على رجل امك بتتمي مابوره فيه ما بتعرفي كم شاب من شباب الضيعه حاطط عينه عليكي هون مو عاجبك كلامي ما هيك لا اخي عاجبني ايه لا مو عاجبك عاجبتك سمعت سامية بنت ابو اكرم سامية اللي ابوها ما بيحسن يحط وش بوش حدا من اهل الضيعة حابة تصيري مثل ما هيك بس والله انا كتير ظلم ولا سامية خسنة الو مرحبا ناهد انا مو ناهد مين حضرتك ناهد وينها طلعت من البيت مع مين طلعت مو مع حدا لحالة لوين ما قالت لي طيب انت شو اسمك؟ ما قلت لي مين حضرتك؟ طيب قدي عمرك؟ لو سمحت طيب قولي لي انت اصغر من ناهد ولا اكبر؟ احلى ولا جاي على الموعد معه ولا؟ وين انت؟ اهلين عمتو شو عم تعملي؟ ما عم بعمل شي لا تسكري الباب لانك بدك تجي عنا شو في عندكم؟ عزمينك انا واختي على الغدا وشو طبخه انت واختك مطبل باذنجان ومطبل كوسه ومقالي لحتاك لي اصابعك وراهم واذا ما اكلت اصابعي إيه انا باكل لك اياهم تسلمي قلبك ستي مامي هاي رساله لكم وصلتنا على البقاليه رساله من فرنسا يا خوله لا ماما روحي لا بعدين تعطيك تخشيش ان وصلتك رسالتي صباحا فصباح الخير وإن وصلتك مساء فمساء الخير سامحيني يا أمي لأني تركت الجامعة مضطرا ولكني سأعود إليها ماما أنا بخير لا تقلقي علي وسأوافيك بأخباري الطيبة قريبا اشتقت إليك جدا 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 واشتقت إلى خلود وخولة وإلى الشام كلها ابنك البار رامي هاي هي رسالتك يا رامي كم كلمة؟ جيني
شكرا. فاتن بتستحي. البنت اللي بتستحي احسن من اللي ما بتستحي على القليله. حياتها ما عرفت رجال لهالدرجه. البنت مثل القطه المغمضه. انا خلي لك اياها تفتح. انتوا بس مهلوني فتره، بركي منرتب لنا موعد ومجتمع فيه سوا. طب كيف؟ بنطلع انا وياها على شي مشوار ومجتمع فيكم على اساس صدفه. ليش عم تقلها وليه؟ انت ما حدا حكى معك. بس البنت قاعدة معنا حبيبي. كانت قاعدة معكم هلا بتطلع معي. ايه ما حذرت. ايه معناته بناخذها بالسور بعد ما نطربق المحل فوق روسكم. ما اسمع شو قلت. يعني ارتاح بالك هلا؟ يمكن لأنه طمني عليه. بس بزمتك هي رسالة بيبعتها لأمه بعد كل هالمدة. بس ليش مكاتب تاريخ الرسالة؟ يمكن بعتها بعد ما ترك الجامعة. عمي معقول يكون رامي متزوج؟ لا لا يمكن يكون حابب مثل ما قلتي بس متزوج لا. إيه حتى لو كان متزوج ما حدا بياخد غير نصيبه. ما بدي اسمع منك هالحكي تاني مرة. رامي إلك وأنتي إله حتى لو كان حابب حتى لو كان متزوج. مين بتجوز رامي؟ عم نقول يمكن. أي صح له لو فضل الدنيا كلها ما حيلاقي مثل أختي. أي والله يا خولة. أي والله إن شاء الله يكون متجوز. أصلا أنا مالي متحمسة لهالجوازة أبدا. لساتك قاعدة؟ قومي الكوسة والباذنجان رح يحترقوا. لك يا ربي يا ربي ليش الله بلاني هالبلوه؟ واحد مثل الدب وقد البغل وضراب الصخر ليش نمشي معه؟ مين هو هذا؟ مجيد الزفت. الله وكيلك لسه ما فتت على المطعم، فات مثل الدب ومعه اثنين قد البغال. وتخانقوا؟ شو تخانقوا؟ تخانقوا مثل الوحوش، اكيد بيكونوا دبحوا بعض هلا. معقوله انت؟ نعم تدبحوا مشانك وانت تركتيهم واجيتي؟ لكن بدك يعني ضل معهم حتى روح الشرطه واتبهدل؟ اصلا انت كل الحق عليكي. انا؟ ايه انت. لو رحتي معي كل هالشي ما كان صار، كنت قلت له هدول رفقاتك مو رفقاتي. والله لو عرفانك حيصير معك كنت رحت معي، ماني عرفانه شو حيصير. هلا شلون بدي اخلص منه لهذا مجيد؟ لك شو الشغله بالزور؟ قولي له. ليش هذا بيفهم؟ قولي هذا اكيد هو لا تفتحي له. لا تخافي فوتي تخبي بقول له انك مالك هون. قومي. والله يوفق مصاري ببحر البناية. وين هالمحروسه؟ ما بيصير تفوت على البيت بهي الطريقه، البيوت لها حرمتها. دخيلك ودخيل حرمتها. وينها؟ ناحد؟ ناحد ما لها هون. لا هون، طلع لي من غير نار ناحد اشوف. يا استاذ ما بيصير تفوت بهالطريقه. نعم، شو بدك؟ وإلك عين تحكي؟ لك يا اخي انت مالك ولي امري، لا لك خطيبي ولا لك جوزي، وكل شيء مصاري وهدايا اخذتهم منك رح ارجع لك اياهم، حل عن ظهري باب. ويا صوتك يا؟ انا انك ما اشتريتني. لا تخليني بايدي عليكي. شو انت تفكر شرف الثاني يعني؟ اسكتي احسن ما اسكت فرس ثاني. لك اخي انت شو بدك مني؟ ليش كذبتي علي؟ انا بشو كذبت عليك؟ لك اول ما تعرفنا على بعض ما سالتك اذا بتعرفي حدا غيري؟ قلتي لي ما بعرف لا هبوب ولا دابوب؟ انا مزبوط ما بعرف لا هبوب ولا دابوب. وهدول الاثنين كنتي قاعده معهم؟ هدول تعرفت عليهم بعد ما تعرفت عليك، بس ما في شيء بيني وبينهم. ما في شيء بينك وبينهم؟ وهبوا هالهبة بوشي والواحدهم جوزك مو هيك؟ إلا أنك ما احترمتهم. ناهد، أنت بتعرفين قديش بغار عليكي. ليش لحتى تغار عليها؟ لا لك خطيبة ولا لك جوزة. لأني بحبها يا فهمانة، وإذا بدها من بكرة بكتب كتابي عليها. كتاب براني ما؟ بعدين من سبت شطارة الدنيا، ليكي ناهد، هي آخر مرة بسامحك فيها. بس من هلا وطالع إذا ما سمعتي كلامي لنسيكي الحليب اللي رضعتي. لعوفك حياتك. انت لهلا ما بتعرفي مين مجيد عبد المولى فاضل. واذا حدا شفتك مع حدا غيري لقيت لك وقلت له. فهمتي؟ لا تنسي موعدنا الليله. ما
الو. مرحبا استاذ سمير، انا سلمى. اهلين سلمى. انا بس حبيت اتصل فيك واقول لك انه اليوم وصلتني رساله من رامي. ايه الحمد لله. وقالك شو صار معه؟ وين صفه هلا؟ ولا شيء، بس عم يطمني انه هو بخير وترك الجامعه. لك ستي، هي سنه لا حتقدم ولا حتاخر، المهم تضل ضحكتك على وشك. الحمد لله على كل حال. ايه سلمى، شو صار معك بالنسبه لموضوع المصح؟ ما صار شيء على ما نحن عليه. يعني ما فكرتي؟ بشو بدي فكر يا استاذ سمير؟ عموما مر اللي عندي على المكتب بكره وبنحكي. اذا منشان الموضوع نفسه انا مري، يعني مري لو سمحتي. حاضر، مع السلامه. ابو شفيق، ابو شفيق، ابو شفيق، لك يا ابو شفيق. ابو شفيق، ارتحت من شوفته هالليله. صحيح، نسيت ريقي نشفان. بسم الله الرحمن الرحيم. قدامي شوفتي لك عزيز؟ اعوذ بالله، انا اتضايق من شوفتك يا ابو شفيق. انا بتنومس وقت شوفك، بس يعني ما رعبتني مثل العاده. لا والله، ليش الكذب، رعبتني. المهم انا شغلك مو عاجبني بهالايام. ولا انا، انا عم احكي معك جد، ما عم بمزح. امرك امرك ابو شفيق. عزيز، قديش صار لك عم تشتغل عندي؟ شهر. 20 يوم. لكن معقول 20 يوم تضل بنفس الحاره ما تتركها؟ كل اهل الحاره واللي عم يمرقوا فيها حفظوا كل الكلام اللي عم تقوله بصم. بس مو هذا اللي بدك اياه. لا، انا ما بدي الحاره لحالها تسمع، انا بدي كل الناس تسمع. يعني المفروض في كل اللي بفوت على شارع جديد، حاره جديده، انا بدي اكبر قسم من الناس يسمعك. ابو شفيق، هاي الحاره انا حبيتها، قريبه من بيتي، يعني ما عم يضايقوني فيها، وكلهم بيقولوا لي يا حرام وبيضحكوا لي. امبارح، لا اليوم، اليوم طلعت على الشارع الرئيسي لاشتري سندويشه، 2 مخابرات طلعوا لي وقتلوني قتله حشك لبك. تفرج. شو ضربوك؟ ايه، ثاقبت انه وهن مارقين. انا كنت عم بقول مين قال انه كل مواطن عليه 1 مخابرات؟ طلعوا مخابرات وقال انا طابور خامس. المهم، ما حققوا معك ولا اخذوك معهم؟ لا، لاني صرت ابكي والناس بالشارع صاروا يدافعوا عني ويضربون. تكرم. وهي 1000 ليرة حق القتل اللي اكلتها. غير اجرتي؟ اجرتك بهالظرف. بشوف اذا حدثوا لقطوك وحققوا معك، اوعى تجيب سيرتي بكلمه وحدها. ابو شفيق، ليش انا بعرف مين انت؟ وين ساكن؟ بعرف. سيك، اقرا شو مكتوب هون. زمله واحده بس؟ اقراها بصوت عالي. حاضر. الصغير عم يحكم الكبير. ليش؟ لانه قادر، والله قادر على الجميع. ما فهمت. مو ضروري تفهم. لا، لازم افهمها. مو مهم تفهم يا عزيز، لان المجنون دائما بيحكي كلام ما بيفهمه. فهمتني؟ بس يا ابو شفيق، انا حاط لك هون 3000 ليره، بتقول الجمله مثل ما هي ولا اكتب لك جمله بالفيرا؟ بس لا، 3000 احسن من الالف. حلال عليك. شو فهمت مني؟ تمروا على اكثر من شارع، واذا حبيت اعمل استراحه بالحاره ما غيرها ما عندي مانع. اعمل استراحه، بس لا تنسى عيني عليك وين ما رحت وين ما جيت. خاطر عم يدفع منيح.
بس هو شو مستفيد؟ ما دخلني، أنا أجدب وعلى البركة وما عم بفهم شو عم بقول. إن شاء الله يكون جايب العشاء معه. نسيت مش فري. شو بدي أعمل يا ربي؟ شو بدي أعمل؟ أنا لازم أترك ناهد وأترك هالبيت. الشي اللي عم يصير أكبر مني، مو قدرتي أتحمله. طيب وين بدي أروح؟ أرجع عالضيعة ولا؟ والله بيدبحوني، يمكن يدبحوني. موتي أشرف من الحياة اللي عايشتها ناهد. دمع ما يفيد في دلي، ماشي متلك بمشوارك. احكي 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 لنعرف شو سبب هالحال. عم الهدوء اركض وراك يا مال. احكي مفيد يلي بطريقك مال. تنازلت مرة صفيت عهالمنوال. وين المثل وين القيم؟ ضاعت ما بين ظلم وألم. حسين بعيونك ندم. كسر كسر حاجز الصمت.